هذا يذكر حتى في الحديث، تحمل والأداء، تحمل والأداء. تحمل يسمع الحديث، والأداء يحدث بالحديث. فليس كل من يتحمل يصلح أن يؤدي. قال مثل ماذا؟ قال لو أن شخصا ما عمره 5 سنوات 6 سنوات سمع حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو حدث به وهو صغير أدى، هل يقبل حديثه؟ لا، الطفل يمكن. لكن هو حفظ هذا الحديث أو شاهد موقفا يتذكره تماما، كبر وحدث به فتحمله في سن لا يقبل أداؤه، لكن ما أداه إلا لمن كبر في سن يقبل أداؤه، حينئذ يقبل. صور لو حدث به أول ما سمعه، أول ما شهده أو ما حضره، ما قبل منه. فيصلح أن يتحمل لكن لا يصلح أن يؤدي. واضح؟ طيب، هنا المقصود قال وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين. فرض كفاية، فلان أمام ملأ، هو اعتدى وضرب فلان. لو أن كل الحضور كل واحد قال مالي بالمشاكل، أخاف أني أبلغ عنه بكرة، أهل انتقموا مني. المثل شو يقول؟ يقول روح بعيد وارجع سالم الطويل، عفوا، روح بعيد وارجع سالم، صح؟ طيب هذا قال لك أنا مالي، وهذا قال لي مالي، وهذا ما قال مالي، ضاعت الحقوق. الشيخ هنا يقول تحمل الشهادة ويأتي ويؤديها من تحمل كان حاضرا عند المشكلة، على الأقل لابد أن يشهد بعض الحضور اللي تحصل بهم الكفاية وتؤدى بها الحقوق، ويثبت أن فلان اللي اعتدى أو فلان اللي استلم أو فلان اللي بدأ. أما لو أعرض كل من شهد الحادث أثم الجميع. هل يلزم جميعا مثل حادثة حصل أمام 50 60، هل يلزم كلهم يحضروا للشهادة؟ قال لا، يحضر منهم من يثبت به الحق، 3 4 2 يكفي. لكن لو عرض الكل الحضر الحادثة 60 70 كلهم، كل واحد سحب نفسه، أثموا جميعا. واضح؟ قال وتحمل الشهادة في حقوق الآدمين فرض كفاية. أنت لو حضرت حادثة وسحبت نفسك، قلت السلامة ما يعدلها شيء، صح؟ وبكرة تعي ينادوني والقاضي وينادي مرة ثانية ويحلفني، وش دخل أنا بجيبي؟ وش ده؟ بلاها. طيب وأنت بعد وأنت 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 ضاعت الحقوق، أليس كذلك؟ فصار في هالحالة يجب عليك حتى تتحمل تبعية شهادتك هذه، لأن إذا ما شهدت تأثم أولا، ثانيا لا يمر أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تصور لو أنت كنت في هذا الوضع، معتدى عليك، يا جماعة اشهدوا اعتدى علي، كل واحد قال يلا انصرف. واضح؟ الآن لو أن إنسان وجد مصابا أو ضائع واحد، فلو أخذه والتقطه وسلمه، ما يسلم وتمشي، استريح، يمكن أنت اللي دهسته. فبعض كثير من الناس ماذا يفعل؟ اسحب نفسك أنك ما تدري، تعال بكرة ينادوني ويحققون معاي ويتهموني. يقول الشيخ الثمين أنت ابتليت في هاي الحالة، خلاص قدر الله عليك أن الحادث أمامك ما في إلا أنت، لو تركت يهلك. لابد أن تتحمل. حتى قال الشيخ ضرب مثلا، قال لو وجدت امرأة في الصحراء ما في إلا أنت، إن تركتها هلكت، وركبتها معك ورفتنا أخلو بالمرأة، أنت الآن مضطر وأنت ماذا؟ مبتلى بهذا الحدث، بهذا الواقع. المقصود أن من حضر يجب أن يشهد بعضهم حتى إيش؟ تحفظ حقوق الآخرين. إذا سحبوا جميعا ممن حضر أثموا جميعا، ففرض كفاية أن يحضر البعض ويتحمل ويشهد. واضح؟ اللي تحملوا يعني شهدوا الواقع، لكن الذي يذهب ويشهد ويؤدي شهادته هذا اسمه أداء. مثل ما ضربتك مثل على اللي يسمع الحديث وصغير، لو
اسمه تحمل الحديث، لكن إذا حدث به سماش أدى الحديث. لو تحمله صغير يقبل تحمله لكن لا يقبل أداءه. فإذا تحمله صغيرا واحتفظ بهذه الحادثة، بهذا الموقف، بهذا الكلمة سمعها النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما حدث إلا لما كبر، حينئذ يقبل أداءه. واضح؟ التحمل شيء والأداء شيء. نعم، يعني ما يكون فاسقا، تارك صلاة كذاب نحو ذلك، شرب الفسق، هذا ما يقبل. لا يجوز أن يشهد، لأن أصل الشهادة تكون على علم، أداء، تشهد على شيء لم تره لم تسمعه، ما يجوز. وهذا أيضا الناس يقعون فيه كثيرا، يأتي يقول لصاحبه أبيك تشهد معي أني أنا سنوات هذه كنت أنفق على زوجتي، مدعي أني أنا ما أنفق عليها. طب أنت وأنت ما تعرف، هو صاحبي بس أثق فيه، ما يجوز. ما إذا كنت تعرفه، أو مثلا أنت ساكن مع نفس البيت، قد يكون أخوك فعلا تعرف أنه دائما يؤدي ويأتي بالنفقة ويأتي بالطعام والشراب، اذهب واشهد. أما واحد ما تعلم عنه تروح تشهد، ما يجوز. لابد أن تكون على علم، إما أن ترى الشيء أو يستفيض من سنوات، وهذا جيراننا وعمرهم ما طرقوا على الباب قال ما عندنا أكل، وهذا جارنا دائما يوقف سيارته ويشيل ويحط، دائما يشوف راجع من السوق، راجع من الجمعية، دخل معه أكياس، دخل معه فاكهة، جت الحين تقول ما ينفق علي. لا، تستطيع. أنا شفته يدخل، أنا ما شفته تاكل، بس من كل سنين ليش دخل عليهم؟ ها أكيد يأكلونه. فأقول لا، أنا أشوف أنا رجل دائما ما شاء الله يوفي، ولا عمرنا طرقت علينا الباب قلت أنا جارتكم ما عندي أكل مجوعني، ما حصل. فيشهد بما رأى أو بما استفاض وسمعه. سماع نعم. من المشهود عليه. هذه تحصل أحيانا، يصير نزاع بين اثنين، فمثلا يأتون إلى إمام المسجد ولا أي واحد فيدخل معهم يعني بالخير، فيقول المدعي عليه أنا ماني ما أنكر أنه له حق علي، بس حاليا ما عندي. أنا أقول له أصبر، ها هنا إيش، أنا ما رأيت لما اندفع له، لكن سمعت من المدعي عليه إقرار منه أن فلان له حق عليه، فلو ذهبت وسط المحاكم وذهبت للقاضي واستدعوني، القاضي يقول أنت رأيت فلان دفع لفلان؟ أقول لا ما رأيت. إذن كيف جئت تشهد؟ أقول أنا لما دخلت معهم وديا أقر أمامي أن فعلا له علي المبلغ الفلاني، لكن حاليا ما معي، حاليا غير متوفر المبلغ، وإن شاء الله أني راح أدفع، وأنا ما أنا منكر حقه، لكن لما وصل المحكمة أنكر حقه، خاصة إذا وضع له محامي لا يحلل ولا يحرم، يقول له قولني إيش ما استلمت، صح؟ أقول لا، أنا صحيح ما رأيته دفع له، لكن أشهد أن فلان لما دخلت معهم بالمعروف أقر بأن فلان له، لكن يقول حاليا ما عندي. واضح؟ فسمع ممن؟ من المشهود عليه، إقرار منه بأن له أو عليه حق لفلان. نعم. أو استفاض. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استفاض يحصل بها، استفاض يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. اشهد أن فلان ابن فلان، هذا جيراننا صار له 30 سنة نعرف أن هذا فلان ولد فلان، كله يقول أبي فلان والدي والوالد ناديه ولدي، وكما تعرف على قال هذا ولدي فلان، ما عمري سمعت أنها ليس ابن له ولا هذا، هذا قال ليس ابن لي، فاستفاض الأمر أن فلان ابن فلان. هذا حديث فيه ضعف لكن يبين المعنى، يعني لابد أن تكون الشهادة واضحة، تشهد على شيء واضح، لا تقول والله كأني فهمت كذا أو كأن، لا، تشهد على شيء واضح أن فلان له حق على فلان. شوف نعم. هذه مظنة التهمة. تصور لو الشاهد للمتهم، الشاهد للمتهم والده، يقول لك هذا طبيعي بيشهد ولده، لكن لو شهد عليه، الشهادة عليه تقبل لكن الشهادة له لا تقبل. إذا والده قال نعم أنا أعرف ولدي، أنا هو المعتدي وأنا كنت حاضر لما هو ضربه، أو نعم ابني هو اللي أخذ منه، هذا ابن جيراننا وهذا ابني، لكن أنا الذي يسن الله عنه ابني أخذ، ابني اعتدى، ابني اللي بدأ، تؤخذ شهادته على ابنه ولا تؤخذ شهادته لابنه، لأن احتمال ماذا؟ مظن أنه سيميل
مع ابني أو سيميل مع أخيه أو سيميل مع زوجته، كما لو تنازعت الزوجة مع جارتها. جاء الزوج ويشهد لزوجته، طبيعي لما يتقي الله، يعني حتى لو كان الرجل يتقي الله، لكن كونها زوجته ربما إيش يميل، ربما ما يظهر كل الكلام. لا، إذا ما عندك إلا زوجك أو ما عندك إلا زوجتك أو ما عندك إلا والدك، هذا لا تقبل شهادته لك. ممكن تقبل ها عليك. كما أيضا من الشاهد أتى بشاهد بينه وبين المشهود عليه عداوة، أصلا هذا أنا رافع له قضايا وبينه وبين مشاكل وبينه وبين، أيضا هذه فيها تهمة، لك أنت شاهدك واحد خصم، ها خصم للمدعي عليه، فيقول هذا طيب ما وجدت إلا هذا، هذا أصلا شاهد، هذا يريد الضرر في بي بهذه القضية وبغيرها. فإذا ثبت عند القاضي أن هذا عدو لفلان أو بين خصومة أو إلى آخره، من حقه أن يرد هذه الشهادة القاضي. نعم. قال: كما في الحديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود. لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، لأن الشهادة بدو إيش ممن ترضون من الشهداء أن يكون عدلا، ولا ذي غمر على أخيه، كما قلت واحد أصلا معادي فلان، واحد أصلا بينه وبين فلان مشكلة، ما تقبل شهادته عليه. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. من الشاهد؟ سائقنا ولا خادمنا، هذا مضبطينه وآكل وشارب، لكنه واحد من أهل البيت، ما تقبل شهادته. يعني هنا مثل ما لو شهد السائق مثلا أو الخادم، يعني من حق القاضي أن يتحقق وأن يقول نبحث عن شاهد آخر أو نتحقق من المدعي عليه، لأن أحيانا ما يكون ما في إلا هو، دخل فلان وقتل صاحب البيت والسائق رأى هذا الشيء، ما يقال ما تقبل شهادة السائق، وإنما ينظر هل في عداوة سابقة بين المقتول والمدعي لأنه قاتل، انتبهتم؟ هل استطاع مثل السائق هذا أن يصفه؟ هل مثل وجد آلة قتل عند فلان؟ هل هذا عنده جرائم سابقة؟ فحينئذ حتى لو لم يعتمد شهادته، لكن ايش يعتبر هذا الشيء مثل القرينة، مع زيادة البحث والتحقيق ممكن يصل إلى نتيجة.